محبتي والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال دين التبسم والحوار بلا جدال فيه التوسط في الأمور والاعتدال بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم مشاهدينا وحلقة جديدة وهذا ديننا. هنتكلم النهاردة عن خلق الحياء في الإسلام. خطب عمر بن الخطاب ذات مرة بالناس وأراد أن يتعرض لغلاء المهور، فقامت امرأة وقالت له: أيعطينا الله وتمنعنا يا عمر؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا؟ فقال عمر: كل الناس أفقه منك يا عمر. فلم يستحي عمر من أن يعتذر، ولم تستحي المرأة من أن تدافع عن حق النساء. كذلك في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان مضجعا على الفراش، ودخل عليه أبا بكر يستأذنه في حاجة له، فأذن له وقضى حاجته ثم انصرف. ثم دخل عمر كذلك وقضى حاجته، والرسول صلى الله عليه وسلم مضطجعا على الفراش وانصرف. ودخل عثمان بعد ذلك فاعتدل النبي، وقالت له السيدة عائشة: يا رسول الله، دخل عليك أبا بكر ودخل عليك عمر ولم تقم من مكانك، وحينما دخل عليك عثمان اعتدلت، لماذا؟ فقال لها: يا عائشة، إن عثمان رجلا تستحي منه الملائكة، ألا أستحي من رجلا تستحي منه الملائكة؟ هنتكلم النهاردة عن خلق الحياء مع فضيلة الشيخ سعد عيسى الداعية الإسلامي، ولكن دعونا نرحب به أولا. أهلا وسهلا بحضرتك فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا بكم، نورتنا النهاردة في هذا ديننا. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. يعني خلق الحياء وهو يعني خلق مفتقد في المجتمع الإسلامي، فما معنى الحياء في الإسلام؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، الحياء قيل فيه أنه خلق يبعث على ترك القبائح، يبعث يعني يحث ويأمر بترك القبائح ويمنع من التقصير في حق من الحقوق. فالإنسان الحيي لا يمكن أن يرتكب فعلا قبيحا حتى ولو كان كافرا. وفي الحديث الطويل في صحيح البخاري في حديث سؤال أبا هرقل أبا سفيان عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أبو سفيان: وكان لا يزال كافرا عدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عليه. يعني إيه؟ هرقل هيسألني عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صفات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أهل الكتاب يعلمون صفته ومبعثه ومخرجه. فولولا أني أستحي من أن يراني قومي أكذب، لو أنا مش خايف أن قومي يشوفوني وأنا بكذب قدامهم وأنا الكبير بتاعهم، كنت كذبت على هرقل حينما يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأصده عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فالحياء خلق يبعث على ترك القبائح ويمنع في التقصير في حق من الحقوق. نعم، هل هناك فرق ما بين الخجل والحياء؟ نعم، هناك فرق كبير جدا بين الحياء والخجل. فالحياء إذا كان ممدوحا فالخجل مذموم. لماذا؟ لأن الخجل معناه الشعور بالعجز وقلة الحيلة والقصور أمام الناس. إنسان عنده شيء من عدم الثقة بالنفس، قد يتطور هذا الشعور حتى يصل إلى مرض نفسي يسموه مرض الرهاب الاجتماعي، خايف يختلط بالناس، عنده إحساس بالقلة والدونية. فإذا كان الحياء ممدوحا فالخجل مذموم، ولا يليق بالمؤمن أبدا أن يكون خجولا، لأن الخجل شعور بالقصور والعجز أمام الآخرين. تمام. طيب دلوقتي في ناس كتيرة موجودة بنشوف تصرفاتها ان هي عندها حياء، وفي ناس اخرى لا ما عندهاش حياء في التعامل، فالحياء هنا هل هو فطرة ولا خلق مكتسب؟ الأخلاق عموما منها ما هو فطري، يعني يولد مع الإنسان من بطن أمه. في إنسان بيولد كريم، يولد شهم، يولد حيي، يولد أمين، وهكذا. ومنها ما هو مكتسب، إنسان يكتسب هذا الخلق من جهادته لنفسه. أما الحياء بالذات فقد قال فيه أهل العلم أن أصله فطري، الحياء أصله فطري، أي إنسان أي طفل بيولد
ومعه الحياة. وده بنشوفه كتير في أي مناسبة، لما أطفال بيكونوا رايحين مكان جديد ما يعرفوهوش، ما يعرفوش حد فيه، مش واخدين على الناس اللي فيه، يستحي الأطفال من أن يأكلوا، أن يلعبوا، أو أن يتحدثوا مع الآخرين لشدة حيائهم. والقرار للإنسان بعد ذلك، الله تبارك وتعالى يخلقنا بالحياة، والإنسان لما يبلغ ويملك اختياره هو حر في أن يزكي هذا الحياة وأن يزيده، وإما أن ينتقص منه، كما قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. كل إنسان عنده القدرة على الفجور وعنده القدرة على التقوى، والاختيار للإنسان. قد أفلح من زكاها. زكاها يعني نماها من الأخلاق الرديئة وطهرها وزادها حسنا وجمالا باتباع أوامر الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد خاب من دساها، من أطاعها ووافق هواها حتى أضلته وأصبح في حال لا يرضي الله تبارك وتعالى. فالحياء فطري يولد مع كل إنسان، والإنسان حينما يبلغ ويملك قراره الاختيار له، إما أن يبقى على هذا الحياء وأن يزيده، وإما أن ينتقص منه، والله أعلم. طيب، أكيد الحياء في الإسلام ليه فضل كبير، فما هو الفضل؟ والله فضائل الحياء في الإسلام في القرآن وفي السنة لا تعد ولا تحصى. نأخذ منها على سبيل المثال أن الحياء جعله الله تبارك وتعالى صفة لنفسه. كفى بالحياء شرفا أن جعله الله تبارك وتعالى صفة لنفسه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجة بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصف ربه تبارك وتعالى: إن ربكم حيي كريم. احنا صحيح بنتكلم عن الحياء دلوقتي، ولكن لا يمكن أمر على الحديث ده مرور الكرام من غير أذكر الذين يدعون الله تبارك وتعالى، وأذكر اليائسين من فرج الله تبارك وتعالى بهذا الحديث: إن ربكم حيي كريم يستحيي من عبده أن يرفع إليه يديه فيردهما صفرا أو خائبتين. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود بسند صحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حليم حيي ستير يحب الستر والحياء. من فضائل الحياء أنه من أخلاق الأنبياء. وانظروا إلى أبي سعيد الخدري في صحيح البخاري ومسلم ويصف حياء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث عجيب يحتاج إلى وقفة ويحتاج إلى دراسة بفهم وتأمل وتطبيق من كل نساء هذا العصر. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يصف حياءه صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده حياء أكثر من البنت البكر التي لم تنكشف على رجل ولم يرها رجل ولم تتزوج. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء منه. وهذا مدح لكل النساء. فحياء النبي صلى الله عليه وسلم حياء سيد المرسلين لما قيس على حياء النساء، وكفى بهذا للنساء شرفا وفضلا. أيضا انظروا إلى موسى عليه السلام وهو النبي صلى الله عليه وسلم ويصف أخاه موسى، يقول كان في صحيح البخاري: إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى شيء من جلده من شدة الحياة. يعني ما حدش بيشوف حتة من جلده وراجل من كثرة الحياة. طب لما نشوف الحديث ده، نحط الحديث ده قدامنا ونشوف الملابس المخالفة لشرع الله تبارك وتعالى التي تسير بها البنات ويسير بها الشباب في الشارع، موسى لا يرى شيء من جلده من الحياة وهو رجل. والبنات في هذا العصر، أسأل الله تبارك وتعالى يهديهن إلى صراط المستقيم، يمشين ببناطيل ممزقة، الواحدة تمشي البنطلون مقطع من هنا ومن هنا ومن هنا، ويظهر شيئا من العورة. أين نحن من هذا الخلق، من خلق نبي الله موسى الذي كان لا يرى شيء من جلده من شدة الحياة؟ الحياة كله خير ولا يأتي إلا بخير، كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم في روايتين مختلفتين. وأنا هنا أذكر موقف يعني في فضائل الحياء، ويعني في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. يعني يروى أن شابا من دول المغرب العربي كان يعمل في الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد العمل رجع إلى بيته
وركب المصعد ليصعد إلى مسكنه، يعني ركب الأسانسير يعني. وهو في الأسانسير كان معاه في الأسانسير بنت واحدة بس، البنت دي شديدة الجمال. طبعا في مجتمع زي المجتمع الغربي المنفتح بشكل فاحش، واحدة زي ديت محدش هيسيبها في حالها. لو ركب معاها في شاب في مكان، بالذات لما يكون لوحده، ما يحاول يتكلم معاها، يعمل معاها علاقة، يتصرف بتصرف مش كويس، تصرف خارج. فاندهشت هذه البنت من هذا الرجل. لماذا؟ لأنه لم يرفع عينه فيها حتى انتهى به المصعد إلى مسكنه، ما رفعش عينه فيها، مع أنهم كانوا الاثنين لوحدهم في الأسانسير. فاستغربت، لأن هي طبيعتها كإنسانة جميلة مش متعودة على كده، بدأت تشك في نفسها، هل أنا قبيحة؟ إزاي الراجل ده شايفني كده؟ بينما مثلا لما بتمشي في الشارع وبتروح أي مكان بتلاقي الترحيب والمحاولة إنشاء علاقات والمدح والثناء على جمالها إلى آخره. فقال لها لما سألته: أنا مسلم، والله تبارك وتعالى يقول في كتابه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. فأسلمت هذه البنت، وسبحان الله من لطائف القدر أنها كانت مليارديرة، فأسلمت وعرضت عليه الزواج، فأغناه الله تبارك وتعالى في الدنيا بهذا المال، وفي الآخرة إن شاء الله لسببه في هداية هذه المرأة بفضل خلق الحياء الذي تمسك به. هي القصة دي حقيقية؟ حقيقية طبعا. طيب أوكي، أنا معي اتصال تليفوني من أستاذ أشرف من اسكندرية. اتفضل يا أستاذ أشرف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك، اتفضل. أهلا كده مشيرنا. يا اهلا وسهلا استاذ اشرف، اتفضل اسمعك. السلام عليكم يا شيخ مبارك. اتفضل. اقول لك الكارد ده فيها ربا ولا ايه؟ قرض؟ صعب الكارد ده كده حرام؟ قرض يعني انا هنقول على سبيل المثال، انت دلوقتي هتاخد قرض 10,000 جنيه هتردهم 10,000 بس؟ لا لا، ولا في فائده؟ الكارد بيبقى فيه فائده. هو زياده، بحكي عن زياده. لا طب عند حضرتك اسئله ثانيه؟ ايه ده، معيش اسئله ثانيه. اتفضل. بقول لك حضرتك بس عايز اكلمك بعد البرنامج بس. ايه؟ نعم؟ بعد البرنامج بس كلميني بس عايز حاجه. احنا مش سامعين كويس، يا ريت الكنترول يقول لي هو بيقول ايه. طيب انا اشكرك على اتصالك يا استاذ اشرف. هنجاوب على سؤال استاذ اشرف. القرض كل قرض جر نفعا فهو ربا. يعني انا هستلف 10,000 جنيه هردهم 10,000 جنيه. الجنيه زي المليون في الربا، فهذا هو الربا المحرم. الله أعلم الحل ايه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. طب لو حد عايز يعمل مشروع او ده مش مبرر. المبرر او الاضطرار الذي يبيح للمسلم ان يقترض بالربا او ان ياكل من الربا في حالتين اثنين فقط. الحالة الأولى إن هو الرجل ده يوصل لحالة من الجوع ومن قلة الحيلة، لحد بيسلفه ولا حد بيقرضه ما قرض حسن ولا عنده أي مصدر، وهيموت من الجوع وأولاده. في الحالة دي يعني فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. واحد ما عندوش بيت ومهدد إن هو وأولاده دلوقتي يطلعوا صاحب الشقة أو المؤجر هيرميهم في الشارع خلاص، وليس عندهم مال يكفي لشراء مسكن. في الحالة دي يجوز له أن يقترض بالربا ولا إثم عليه، لأنه مضطر ليشتري مسكنا له ولأولاده. غير كده ما فيش مبرر للتعامل بالربا في شريعة الإسلام. تمام. القصة اللي حضرتك ذكرتها قبل الاتصال أنا سألت حضرتك هي حقيقية ولا حضرتك قلت لي حقيقية ليه؟ لأن المفروض أن أنا عندي المجتمع يكون ده مش عادة، ده خلق من أو فرض من فرائض الإسلام أو خلق من خلق الإسلام الحياة. ان العادي ان انا اشوف واحده ست ما بصلهاش، ده العادي في الاسلام. ده صحيح. ان انا ما اتعرضش لاي بنت ماشيه في الشارع، ماليش دعوه بقى هي لابسه كويس هي لابسه مش كويس. المفروض ان في غض للبصر، هي لابسه كويس ولا مش لابسه كويس دي حاجه بقى بتاعه ربنا برضو هيحاسبها عليها. فالمفروض ان دي تبقى
مش عادة، لا ده يبقى زي أي فرض من الفرائض اللي احنا بنأديها. الكلام حضرتك صحيح جدا يا استاذه هنا، ولكن اللي احنا بنشوفه في الشارع للاسف ما فيش حياء خالص، لا من البنت ولا من الولد، وللاسف ده دلوقتي الولاد يعني بقيوا متشبهات او متشبهين بالنساء اكثر يعني من النساء نفسهم. يعني انا بقى في نساء مسترجلات، في شباب كتير متشبهين بالنساء، ففي استهتار في المجتمع وما فيش حياء وفي قله ادب، نقدر نقول كده. الولد والبنت بيبقوا ماشيين في الشارع بيهزروا هزار سخيف. انا بدخل جامعه القاهره على فكره بلاقي المناظر، لا مش بتعجبني بالمره، مش بتعجبني خالص. لا القعده الولاد مع البنات بتبقى كويسه، ولا الكلام بيبقى كويس، وكم الالفاظ البذيئه اللي موجوده في مجتمعنا. وللاسف ما بين طلابنا اللي المفروض ان احنا بنعلمهم تعليم راقي، ان هم يتعلموا فرائض دينهم، يتعلموا الادب ويتعلموا الحياء. طيب قلة الحياء في المجتمع المصري جاية من إيه؟ والله جاية يعني لها أسباب كثيرة، منها ضعف الإيمان. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحياء من الإيمان، الحياء مصدره الإيمان. فالإنسان الذي لا إيمان له أو عنده نقص في إيمانه لا حياء له، النتيجة الطبيعية إنه ما يكونش عنده حياء. هو مولود بالحياء زي ما قلنا في بداية الحلقة، ولكنه تجرد من الحياء بابتعاده عن تزكية نفسه. وهذه المبادئ والأمور الخارجة عن شريعة الله تبارك وتعالى للأسف الشديد، ودي رسالة بوجهها للقائمين على أمر صناعة الفن والأفلام والمسلسلات والبرامج التلفزيونية، قعدوا الناس يشوفوا المناظر دي في الأفلام والمسلسلات بشكل متكرر ومتعمد وممنهك، لحد ما زالت الحدود الشرعية اللي كانت في البداية يعني لها هيبة. والله أنا أذكر موقفا في الحياة لا أنساه أبدا. والدي رحمه الله أرسلني إلى صديقي، وكانت أمه على قيد الحياة. أمه دي كان عندها تقريبا في الوقت ده 97 سنة. والله مددت يدي لأسلم عليها، وأنا في الوقت ده كان عندي 13 أو 14 سنة فاكر بالضبط كده يعني، وهي عندها 97 سنة. والله لم تلمس يدي بدون حال. خدت حته من الطرحه بتاعها كده وسلمت علي، جعلت بيني وبينها حدا فاصلا بهذا الحجاب. ده كان شيء فطري موجود عند الناس كلها، وكانت الناس بتمارسه بشكل طبيعي جدا. الافلام والمسلسلات اللي فيها مخالفات شرعيه واللي كانت بتذاع او بيعلن عنها بشكل منهج والناس بتسمعها بشكل ممنهج بالذات في رمضان للاسف الشديد. أنا لازم أتطرق لحتة المسلسلات والبرامج والأفلام اللي بتعرض مش بس في شهر رمضان، طول السنة، وللأسف يعني منعدمة من أي خلق من خلق الإسلام، وبتصدر لنا يعني كم المصادر الجديدة على المجتمع الإسلامي وملهاش علاقة بالدين الإسلامي، زي الألفاظ البذيئة، زي البلطجة والعنف وحاجات كتير، كل الخلق دي خلق منهي عنها في الإسلام. فلازم حضرتك تتكلم يعني بشكل واضح ان صاحب هذه الافكار جزاته عند ربنا ايه سبحانه وتعالى، والناس اللي هي بتشجع الحاجات دي برضو جزاتها ايه وعقابها ايه عند الله سبحانه وتعالى، ولا مالهمش عقاب ولا ايه. ولكن بعد الاتصال اللي معايا اتصال الحاجه زينب. اتفضلي يا حاجه زينب. طيب الاتصال اتقطع، يعني من فضلك عود الاتصال بينا مره ثانيه، وبنعتذر لحضرتك. فعايزة أعرف بقى من حضرتك يعني المنتجين والمخرجين اللي بيصدروا لنا مشاهد سيئة ملهاش علاقة لا بالمجتمع المصري ولا بالشارع المصري ولا لها علاقة بالدين الإسلامي، ومش عارفة حتى يعني إحنا برضو في أوروبا بنشوف إن الدول هناك قايمة على القانون، والقانون فيه مبادئ كويسة يعني وفي أخلاقيات بيحترموها غصب عنهم علشان في قانون، ولو هم خالفوا هيتعاقبوا عليه. لكن إحنا عندنا بحس إن في فوضى شديدة، ده برضو بسبب ايه وجزاء اللي بيعملوا كده ايه؟ والله يا أستاذة هنا كما قلت لك، مرد هذا الأمر إلى ضعف الإيمان بالله تبارك وتعالى وضعف الإيمان باليوم الآخر. أنا ما بقولش إن اللي بيعمل كده كافر والعياذ بالله، أنا لو أكفر أحدا أنا أقول عنده شيء من ضعف الإيمان بالله وباليوم الآخر. تفاصيل الإيمان بالله في كتاب الله تبارك وتعالى وتفاصيل الإيمان باليوم الآخر. إحنا لما نيجي نبص في القرآن نشوف الدوافع أو المحركات في اتجاه السلوكيات الصحيحة، الدافع ليها بيكون الإيمان بالله واليوم الآخر.
يعني مثلا على سبيل المثال يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليه فليقل خيرا او ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفة، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. طيب الحديث ده بيقول ايه؟ ان هؤلاء لما امنوا بالله واليوم الآخر ايمانا صحيحا دفعهم ذلك الى التخلق بالاخلاق التي ترضي الله تبارك وتعالى. المشكله الخطيره جدا ان البعض مش واخد باله منها. انت كمنتج او فنان او ممثل او صاحب برنامج ترفيهي بتعلم الناس حاجه ويشوفك الملايين، انت في مشكله خطيره جدا. لان الله تبارك وتعالى يقول احنا ناخد مساحه ونتكلم فيها عن يعني اللي بيصدروا لنا حاجات مساوى، لكن برضو معايا اتصال فمعلش ناخده. معايا صابر من الفيوم، اتفضل يا استاذ صابر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا سيدنا؟ يا اهلا وسهلا، كيف حالك يا استاذ صابر؟ الحمد لله، الله يبارك فيك يا باشا. ليه يعني احنا يعني ليه عارف الدين وفي الشر السلطه مش المفروض تقوم بالواجب بتاعها في المواضيع اللي دي؟ يعني الحاجات اللي احنا بنشوفها في الشارع والخراب اللي شغال ده، مش المفروض السلطة يبقى ليها يد في الموضوع ده؟ في الشرع، أنا بكلمك في حدود الشرع. خراب إيه؟ معلش، ما حدد بس. الشرع بيقول إن المفروض السلطة اللي حاكمة تجاوزت الأخلاق، يبقى لو حاجة زي كده غلط، واحدة ماشية غلط تعمل لها محضر، واحد ماشي عمل فصل وحش في حتى في اللبس. لا هو في اللبس يعني معاك، ده حقيقي. في الخراب اللي حاصل في الدنيا ده في الشرع، مش المفروض السلطة لها واجب في الموضوع ده ولا إيه؟ هو سؤال حضرتك وصل يا استاذ صابر، واشكر حضرتك على الاتصال. ده اللي احنا برضو بنقوله، يعني احنا ما خرجش بره موضوعنا وبره سؤالنا. اللي احنا بنقوله احنا محتاجين يبقى عندنا قوانين للامور الخارجه عن الحياه في المجتمع، خاصه ان احنا يعني مجتمعات كلنا عربيه واسلاميه. احنا قبل ما نكون اسلاميين فاحنا عرب وعندنا عادات وتقاليد، فلا قوانين مش مطبقه. استاذ وليد بيقول لي في قوانين، لا القوانين مش مطبقه ومش مفعلة. احنا بنطالب بتفعيلها، يعني هي لو في قوانين تفعل، فين هي القوانين؟ هو اللي هو ما ينفعش يعني معلش حد زي ما هو قال واحدة تمشي بدلة رأس في الشارع، ولا واحد يبقى ماشي عريان. موجود والله عندنا. هي حاجات محتاجة تربية، احنا محتاجين تربية من الأول، من البيت، من والله من الصفر، يعني المفروض الولاد يتربوا. صحيح، اتفضل حضرتك اتكلم. والله هو الاستاذ صابر بارك الله فيه لفت نظري الى شيء مهم. اول حاجه السلطه، السلطه مفهومها البديهي عند الناس اللي هي الحكومه او الدوله بمؤسساتها، ولكن في الاتجاه ده بالذات في سلطه اعلى من سلطه الدوله، يعني هذه الاخلاق التي لا ترضي الله تفشت في المجتمع بسبب غياب دور هذه السلطه الاكبر، وهي سلطه الاسره. فين راجل البيت؟ فين ست البيت؟ فين الأخ الأكبر؟ فين الأخت الأكبر؟ دي حاجة. الحاجة التانية سلطة المجتمع، المجتمع له سلطة. ما هي؟ سلطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لما الناس بتنهى عن المنكر، ده ينهى عن المنكر بغير منكر طبعا، وبيختار أفضل الكلام وأرق الكلام في نصيحة الآخرين، وهذا ينهى عن المنكر وهذه تنهى عن المنكر، سينتهي المنكر من المجتمع. انما ده في سلبيه شديده جدا، كل واحد يقول لك انا مالي، ماليش دعوه، طنش. امر الله تبارك وتعالى ان يهلك قرى. يعني احنا بنشوف معذره يعني بقطع كلام حضرتك، انا بشوف كتير على السوشيال ميديا الولاد وهم بيتعدوا على كبار السن مثلا وبيضربوهم علشان يصوروا فيديو بس ينزلوه على التيك توك، ادوا كل هدفهم، ومفيش حياء، الناس واقفه تتفرج. لما واحد ينزل يضرب اطفال صغيرين، يضربوا واحد مسن وزميله بيتفرج عليه وهو بيصوره. لما واحد سواق عربيه معلش بلطجي نزل يضرب واحد مسن والناس واقفه تصور، هو ايه كم قله الادب اللي احنا فيها؟ يعني ايه المجتمع ده؟ والله يحضرني في هذه المواقف التي تكلمت عنها النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن حلف في الجاهلية يسمى بحلف الفضول. حلف الفضول ده حلف عسكري على غرار حلف النيتو يعني، بس حلف أخلاقي. كان من مشرك العرب، كان من مشرك العرب من غير المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما من الله عليه برسالة قال لو دعيت لمثله في الإسلام لأجبت، لو دعيت إلى الاشتراك في هذا الحلف العسكري
بعدما من الله علي بالنبوة لا أجبت، يعني لا اشتركت فيه ولا أجبت دعوتهم بالاشتراك فيه. ليه بقى؟ تعاهدوا فيه على نصرة المظلوم. أنا ماشي في الشارع، شاب بيتحرش ببنت، واحد بيتكلم مع حد أكبر منه بطريقة مش محترمة، إزاي عدي كده من غير ما يكون ليه دور في إن النهي؟ يعني ممكن يا أخي ما بقولكش امسكه اضربه، سلك، ذكره بالله تبارك وتعالى، ذكره بقدر هذه الشيبة في الإسلام. بالظبط، قولوا اللي بيعمله ده عيب. نعم، إنما أنا فصور بمنتهى، آسف جدا، بمنتهى البجاحة والأريحية وعدم الإحساس، أصور مشهد زي ده، أين الغيرة في قلوبنا؟ والله كمل المناظر الواحد بيشوفها على السوشيال ميديا بجد بتبقى مقززة قد إيه إحنا مجتمع بقينا يعني أسرع للإنحراف يعني. والأستاذة هنا في حضرتك ذكرتي في السوشيال ميديا، أنا مرة من المرات كده مر عليا فيديو قدرا كده، يعني سبحان الله فيه صورة من صور ذهاب الحياة، الناس يعني تمدح هذه الصورة، الناس يمدحون هذه الصورة. ما هي؟ واحد جايب زوجته في فيديو قصير على مواقع التواصل الاجتماعي، مشغلين أغنية وقاعدين بيرقصوا مع بعض، والعنوان إيه؟ الزوج الفرفوش رزق. ده مش فرفوش، هذا ليس فرفوشا، هذا رجل لا غيرة عنده، لا رجولة عنده، إيمانه ناقص، لا حياء عنده، لا خوف من الله تبارك وتعالى عنده. يجيبوا مأذون بالعمامة الأزهرية وهي لها مكانتها وهيبتها عند الناس، وقاعد بين عروس وعريسة، العروسة متبرجة طبعا وتكشف شيئا من جسدها، والعريس قاعد على الناحية التانية، وقاعد بينهم محشور بينهم النص، ويهزر مع العروسة، يقول لك المأذون الفرفوش رزق. ده مش فرفوش، هذا إنسان نزع الله تبارك وتعالى منه الحياة. فرفوش إزاي؟ وهكذا مواقع كثيرة بقى، والناس بتترجم صفحات والله بالملايين، أنا بشوف صفحات عليها مشاهدة بالملايين، كل هدفها ان هي بياكلوا، بيتصوروا في العربيه، بيتصوروا هما بيتفسحوا، فالبيوت اصبحت عرضه يعني لكل حد ان هو يتفرج عليها عادي خالص، ان الناس تدخل جوه بيوتنا تشوفنا بناكل ايه، وبيتمنظروا بقى بكميات الاكل اللي موجوده في بيوتهم وبالعربيات اللي بيركبوها. فلا ما بقاش في حد. انا حصل معي موقف ان انا دخلت حبيت اعلق ان اللي انتوا بتعملوه ده غلط، كم انا لنفسي تعرضت لهجوم الناس. لا إيه طبعا، لان المجتمع اللي احنا فيه ده، لا انت لو قلت حاجه زي كده غلط، لا انت متزمته، انت متشدده، انت متخلفه، مش حضرتك عموما يعني، رجعيه، ما بتفهميش، ما انتش عارفه حاجه، ما تسيب الناس تعيش حياتها، انتوا مكبرين المسائل ليه؟ واخده بال حضرتك؟ فكلما حاول المصلحون قوبلوا يعني بهجوم شديد من كل الناس عليه. فهذه المظاهر وهذه الأفعال التي مما تسبب في انتشار البذاءة وعدم الحياء وذهاب الحياء علامة كبيرة على الشر وعلى قرب نزول العقاب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله، فبمفهوم المقابلة البذاءة أو الفحش شر كله. احنا بنصاب بالكورونا والامراض والاوجاع اللي ما كانش حد فينا ولا في جدودنا ولا ابائنا ولا امهاتنا بيسمع عنها. اعمالكم سلطة عليكم. ايه السبب؟ ليه ده يا رب بيحصل؟ المشكله ان احنا بنعترض، مش عاجبنا كمان. للاسف السبب معلوم، احنا محتاجين كلنا السبب معلوم لكل ذي عقل. وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. وانا اريد ان اوجه رساله من خلالك الى هؤلاء الذين يبثون هذه المقاطع، وإلى يعني المتزعمين الإنتاج الدرامي والسينمائي وإلى آخره. أذكرهم بقول الله تبارك وتعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، أوزارهم هم مش كده بس، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. لو علمت شاب أو بنت في فيلم من الأفلام ومسلسل من المسلسلات لف بذيء، أو علمتها لبس مش كويس تلبسه ممثلة. هنكمل كلامنا معلش، بس معايا اتصال علشان هي موجودة من بدري معانا، صديقة البرنامج بوابة من أسوان. بوابة من أسوان. حضرتك احنا سهل. انا محامية، واحنا في مجتمع منضبط، اللي معاه دليل واثبات على ادعاء وافتراء ويجيبوا حضرتك. لكن الفكرة ان احنا اصبحنا للأسف في كثير من الفاسقين والفجرة اللي بكره الناجحين والمستقيمين وبيكذبوا عليهم، بطلبوا منهم دليل ما بيجيبوش دليل حضرتك. لكن احنا في مجتمع منضبط، مجتمع قانون، واللي عنده دليل يقدمه حضرتك. لكن اشد انواع الحياء وافضل انواع الحياء وفي الحياء من الله والبعد عن الكذب والبهتان والافتراء والغيبه والتمييز والتجسس والسخرية. ده للاسف يعني الدوله كتر خيرها مش هتقدر تضبط هؤلاء اللي
بيجمعوا اموال على حس غيرهم، كارهين حد في الغلطانين عليه، لكن دليل اثبات ما فيش. لا اشكرك يا استاذه بوابه من أسوان، ولكن لا الدليل موجود في الشارع على فكرة. لو حضرتك محتاجة دليل تعالي عندنا، معرفش يمكن مجتمع أسوان منضبط، ولكن هو الشعب المصري كله على ما أعتقد نفس العادات ونفس التقاليد ونفس اللي بيحصل هنا بيحصل في أسوان. لو حضرتك محتاجة دليل تعالي تمشي في الشارع وهتشوفي مليون دليل، مش دليل واحد، تعالي اركبي ميكروباص وهتشوفي بدل الدليل مليون دليل. لا اكمل عايزه اقول لك الفجور اللي بيحصل يا استاذ وليد بجد في المجتمع بتاعنا اصبح لا يطاق. بالعكس احنا لو حبينا نتدخل ان احنا نعدل امور مايله، انت بتلاقي هجوم، انت مالك، انت مالك يا اخي بتتدخل، ما تسكت وتخليك في حالك. طب يعني ايه انا مالي؟ ما هو ديني امرني ان انا برضو ده اتدخل، وزي ما قلنا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ففين الامر بالمعروف وفين النهي عن المنكر؟ لما الاقي الكبير بيستقوى على الضعيف، القوي بيستقوى على الضعيف، والكبير بيستقوى على الصغير، وماشيين كم الانحرافات اللي في المجتمع، والولد بيهزر مع البنت في ده. انا دخلت جامعه القاهره ما عجبنيش الحال، خرجت منها ما قدرش استحمل المناظر. يعني ايه ده؟ احنا لا تربينا كده ولا تعلمنا كده. فين ده؟ في غياب كامل للاسره، غياب كامل. ما فيش، انا بحس ان هم ما بيدرسوش دين بالمره في حياتهم. طيب يا استاذ وليد اتفضل بدلت الشيخ. والله يعني يبدو انها يعني عندها حسن الظن بالناس وهذا شيء طيب، ولكن يبدو ايضا من في الناحيه الاخرى انها تجهل كثيرا من احوال الناس. احنا بحكم عملي كده يعني، معلش انا اسفه برضو ان انا بقطع حضرتك فضل. كتير بعتذر لحضرتك، ولكن لما الاقي كل هموم المجتمع المصري على السوشيال ميديا، ان معلش فنان مات ومش عارفه مين بيطاردها ومش عارف مين حصل له ايه ومين وكل مشاكلنا دلوقتي بقت بس يعني بنحددها بتبقى بس كده محدده او فئه معينه وهم الفنانين، كان ما فيش لا بني ادمين ولا في اي حاجه في المجتمع عندنا غير الفنانين. ماشي احنا طالعين فاصل معلش وراجع لكم تاني، انتظرونا. مكملين معاكم وخلق الحياء في الإسلام. دايما بنقول إن لا حياء في الدين، فالجملة دي بتتردد كتير. طيب يعني مدى صحة هذه العبارة؟ والله هذه من الجمل الخاطئة في من جهة المعنى التي انتشرت بين كثير من الناس، حتى ونحن كنا نرددها بلا وعي من قبل أن نتعلم. لا حياء في الدين، لا احنا ما نقولش لا حياء في الدين، احنا نقول لا حياء في تعلم الدين. كما قالت عائشة في حق نساء الأنصار، رحم الله نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في الدين. والحياء عند طلب العلم أو عند تعلم الدين من الأمور المذمومة، ولكن الدين كله حياء. ما ينفعش أقول لا حياء في الدين، أقول لا حياء في تعلم الدين. طيب لما برضو أتكلم عن أكيد الصحابة والتابعين والسلف الصالح كان ليهم مواقف مع خلق الحياء، فلما أحب حضرتك تذكرنا بيها. والله أذكرك بما بدأت به بالكلام عن عثمان رضي الله عنه. هذا الرجل قيل رضي الله عنه قيل أنه لم ينظر إلى عورته أبدا بدون حال، لذلك استحيت منه الملائكة حينما استأذن في الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم وكان مضطجعا، فاعتدل دون أن يعتدل لدخول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة؟ طيب متى يكون الحياء مذموما؟ والله الحياء يكون مذموما إذا كان في السكوت عن الحق. يعني أنا شايف حق قدامي، حصلت مشكلة بين اتنين وأنا محروق، أم أستحيي أن أشهد بالحق عشان عامل حساب فلان. الله تبارك وتعالى يقول عن نفسه الحيي والكريم تبارك وتعالى، والله لا يستحيي من الحق. إذا أنا لا أستحيي عند قول الحق أو إذا دعيت إلى قول الحق. أيضا من المسائل التي يكره فيها الحياء ويذم فيها الحياء، الحياء عند طلب العلم. قال مجاهد رحمه الله لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. يعني اللي بيستحي أو بيستكبر عند تعلم العلم لا يمكن أن يتعلم علما أبدا. أحيانا بنلاقي واحد مثلا إنسان مثقف بيصلي في مسجد في مركز اجتماعي مرموق
وبيعمل حاجة غلط في الصلاة، في الشروط أو في الأركان أو في طريقة أداء الصلاة أو في أي مسألة من المسائل الشرعية، بيعمل حاجة غلط وبيكسف يسأل أو بيستحي يسأل ويظل على جهله، فهذا حياء مذموم، لأنه لو استحي عن السؤال سيظل على خطئه هذا دون أن ينتبه ودون أن يشعر. يعني والله أحد المواقف، أحد يذكرني بأحد الناس كان بيسافر من مكان لمكان، قصر صلاة الظهر أو الجمع بين صلاة الظهر والعصر لا يكون إلا بعد أذان الظهر، يعني قصر الصلاة بيبدأ بعد أذان الظهر، إما أصلي الظهر والعصر جمع تقديم أتمم الصلاة أربع ركعات وأربع ركعات، أو إذا كنت على سفر أقصر الصلاة في الظهر ركعتين والعصر ركعتين، بس ده إمتى؟ بعد أذان الظهر. فأحد الأصدقاء فوجئ بهذا الرجل وكان صديقا له في العمل، يصلي الظهر والعصر في وقت الضحى قبل مجيء صلاة الظهر قبل أذان الظهر، فقال له هذا فعل خاطئ، لماذا لم تسأل؟ فأخبره أنه يستحي، وقال له أنا منذ 20 سنة أصلي بهذه الصورة. طب إيه اللي منعه يتعلم؟ ليه بيعمل الغلط ده بشكل مستمر من 20 سنة؟ لأنه استحيا أن يسأل وأن يتعلم. فالحياء لا يجوز في تعلم العلم ولا يجوز في قول الحق أو الشهادة للحق. تمام. طيب أكيد من المعاني العظيمة الحياء من الله سبحانه وتعالى، فكيف يكون الحياء من الله؟ ما أروع وما أجمل هذا السؤال، بارك الله فيكم. هذا الكلام أوضحه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي بسند حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استحيوا من الله حق الحياء. فقال ابن مسعود الحمد لله إنا لنستحيي، قال ليس ذلك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء. نحفظ بقى إزاي نستحي من الله حق الحياء، نسمع نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم. إزاي بقى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحي من الله حق الحياء؟ أولا أن تحفظ الرأس وما حوى، تحفظ الرأس وما حوى. ماذا يحوي الرأس؟ الرأس يحوي عقلا، وأن تستحي من الله تبارك وتعالى فيها بهذا العقل أن تصونه عن التفكر فيما يغضب الله تبارك وتعالى، لا تخطط به لمعصية ولا تفكر فيه بمعصية ولا تشك فيه بذات الله، تشك بهذا العقل في ذات الله تبارك وتعالى، ولا تسيء أن الظن بربك فيما وعدك به سبحانه وتعالى. واحد مثلا بيقول أنا دعوت ويبدو أن الله لن يستجيب لي، هذا ظن سيء بعقله وفكره بالله تبارك وتعالى. والاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ هذا العقل من هذه الظنون والأفكار السيئة التي تغضب الله. من الاستحياء من الله حق الحياء بالعقل أن يحفظ الإنسان عقله عما يدمره، يعني لا أشرب مخدرات ولا حشيش ولا سجائر ولا أعمل أي حاجة تفسد هذا العقل. أن يحفظ الرأس وما حوى. ماذا يحوي الرأس أيضا؟ يحوي عينان. الاستحياء من الله حق الحياء بالعينين ألا أطلق بصري في النظر إلى ما يغضب الله تبارك وتعالى. أيضا يحوي الرأس أذنان. الاستحياء من الله تبارك وتعالى حق الحياء في الأذن ألا أسمع بها ما يغضب الله تبارك وتعالى وبما لا يحل لي أن أسمعه. والرأس أيضا يحوي لسانا، فأصون هذا اللسان وأستحي من الله حق الحياء بلساني أن أكف لساني عن الغيبة وعن النميمة وعن الكلام في أعراض الناس وعن الاتهام الناس بالباطل. أن تحفظ الرأس وما حوى، وأن تحفظ البطن وأن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى. البطن فيها معدة، من الاستحياء من الله حق الحياء في هذه المعدة ألا تدخل إليها طعاما حراما أو شرابا حراما أو تشرب شيئا حراما. أيضا البطن يحوي القلب، يعني البطن يحوي القلب. والاستحياء من الله تبارك وتعالى بالقلب أن أصونه عن التعلق بغير الله، وأن أصونه عن الحب الحرام، أو أن أصونه عن التعلق بمعصية من معاصي الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث أن تذكر الموت والبلى. من الاستحياء من الله تبارك وتعالى حق الحياء أن تذكر الموت، أنك إلى الله راجع، وأنك عن كل شيء مسؤول، وأن الله تبارك وتعالى سيحاسبك على ما قدمت وأخرت في هذه الحياة،
وأن تذكر الموت والبلى وأن الله تبارك وتعالى يميتك وتصير ترابا وسيبعثك يوم القيامة ليسألك عما قدمت وعما أخرت. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحاجة دي اللي قد تبدو مختلفة عن الاثنين اللي قبليهم؟ الأولى يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تحفظ الرأس وما وعى وأن تحفظ البطن وما حى وأن تذكر الموت والبلى، لأنه من ذكر الموت والبلى وآمن باليوم الآخر كما ذكرنا في بداية الحلقة ونحن نتكلم عن سبب ذهاب الحياة وقلنا أن مرجعه إلى ضعف الإيمان، كذلك من ذكر الموت والبلى فإن ذلك يدفعه إلى الاستحياء من الله تبارك وتعالى. تاني عشان ما ننساش، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه استحيوا من الله حق الحياة، قالوا يا رسول الله إنا لنستحيي، قال ليس ذلك، الاستحياء من الله حق الحياة أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلى ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. تمام. طيب لما أجي بقى أتكلم إزاي أنشأ جيل أو أنشئ جيل يعني عنده خلق الحياة، أغرس إزاي خلق الحياة للأطفال من الصغر؟ غرس خلق الحياء يكون أولا بتعليم النشأ الإيمان بالله بشكل مفصل. يعني بشكل مفصل، أنا هدي لحضرتك مثال، لو أنا دلوقتي قابلت واحد من ذوي المكانة ومن أصحاب السلطات وأنا لا أعرفه أي مكان وحصلت بينه وبينه مشكلة أو خلاف، من السهل جدا طالما ما عرفوش إن أنا أتجرأ عليه وأمسك فيه ونتناقش وناخد وندي وتعلو الأصوات وربما ينتهي الأمر إلى الاعتراك. لماذا؟ إيه سبب ده؟ لأني لا أعرفه، لا أعرف قدره ولا أعرف منزلته، ولكن إذا عرفته بقدره ومنزلته لن أجرؤ على افتعال هذه المشاكل معه مرة أخرى. ولله المثل الأعلى، لا يمكن أن نستحي من الله إلا إذا عرفنا الله. تعالي بقى شوفي حضرتك يا أستاذة هنا في سورة لقمان وهي تحكي نموذجا من نماذج التربية الناجحة في القرآن. أول شيء علمه لقمان عليه السلام لابنه ماذا؟ ماذا قال له؟ أول حاجة لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وبعد ذلك قال يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. أنت قعدت مع ابنك أو قعدت مع بنتك في يوم من الأيام عرفته يعني إيه إن الله لطيف خبير، علمته قوله تعالى إن الله سميع بصير، علمته قوله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى، علمته قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أي أقرب إليه من نفسه التي بين جنبيه، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول، ومن هنا من صيغ العموم، أي ما يلفظ من قول من خير أو شيء أو شر أو حتى الكلام المباح، الكلام الذي لا نثاب على فعله ولا نعاقب لتركه، هذا الكلام يسجل ويدون وسيخبر الله تبارك وتعالى كل إنسان بما صنع يوم القيامة. فأنا لما أجيب الطفل أو الطفل الولد في هذه السن وأبدأ أغرس فيه المعاني دي، لابد أن نخرج أجيالا من أهل الحياء الحق الذي يريده الله تبارك وتعالى ويرضاه لعباده الصالحين. أنا حلقتي انتهت فضيلة الشيخ وبعتذر لحضرتك وإن شاء الله نلتقي في حلقات أخرى. فضيلة الشيخ سعد عيسى الداعية الإسلامي نورتنا النهاردة في هذا ديننا، وأشكركم مشاهدينا وهذا ديننا. دين السعادة والمحبة والجمال، دين السماحة والإجابة والسؤال، دين التبسم والحوار بلا